هاي رجعنا معكم مع اوتو فوكس ورجعنا مع مازدا. اكيد لما نحكي اوتو فوكس عم نحكي مازدا، دائما عم تكون معنا الشركه اليابانيه بعالم السيارات العريقه جدا. اكيد بعالم السيارات عم تكون معنا اوتو فوكس ووكلاء مازدا بلبنان عند بخاطر، دائما معنا ممثلين بالكو سي او للشركه مسيو انطوني بخاطر. هاي انطوني. هاي جورج، شو لك؟ كل مره بنشتاق لكم ونرجع لعندكم، لان انت في شاشه بتجنن. ثانك يو، وانتم كمان شركه بتجنن. أنتوني، اليوم رح نستعرض المازدا 2. السيارة أكيد معروفة جدا، خاصة الفيرسيون الجديد من المازدا مع الفيس ليفتنج اللي نعملها شوي من الانطلاقة من 2010 لليوم، بس بعدها حافظت على البرينسيب الأساسي تبعها من حيث الشكل والمضمون أيضا. ودائما عودتونا بعند بخاطر عن أوفرات ممتازة عم تقدموها لكل المشاهدين وكل الأشخاص اللي حابين يشتروا سيارة المازدا. خبرنا أكثر بداية عن الأوفر اللي دائما عم بتعدلوا فيه ليناسب أكثر متطلبات السوق. ليك دائما المازدا ويك هي ويك سبيسيال، مزبوط. فالمازدا ويك عرض خاص من شركة عين بخاطر، بتقدموا على كل أنواع سيارات المازدا. ما تروحوا هالفرصة عليكم، عم تاخذوا سيارة مازدا 100% يابانية مع كفالة 5 سنين، مثل ما دائما بنقول unlimited mileage بفايدة 0.99%، تسجيل علينا مثل العادة، والدفعة الأولى صغيرة بس 15%. مثل ما بتعرفوا أهم شيء عنا عن شركة عين بخاطر هي الخدمة من بعد البيع. لسبب انتخبنا احسن شركه بخدمه ما بعد البيع للمازدا عالميا لسنه 2012. ايه عالميا؟ اذا بتشتغل بلبنان او خارج لبنان، واذا بدك ما تعذب حالك وتجيب اوراق للبنك، الدفعه الاولى بتصير 40% وبالحاله بتنقبل رأسا. زيد على هيك، اذا بدكم توطوا الدفعه الشهريه، فينا نشتغل على افيه بالون سنوي ب $1000، وبالحاله هالسياره وراكم تطلع ب $199 على المازدا 2، $275 على المازدا 3، $399 على المازدا 6 الجديدة 2014، $475 على المازدا CX5 الرائعة، $699 على المازدا CX9. وهيدي بس على 5 سنين. مثل ما عم تشوفوا هالعرض مميز، من $200 ل $700، من أصغر سيارة مازدا 2 لأكبر سيارة CX9. زيادة على هيك تستفيدوا من عروضات خاصة على الأكسسوار مثل المالتي ميديا، السكرين، ليزر ريفيو كاميرا. إذا عندكم سيارة قديمة ما تعتلوا همها أبداً، نخدها منكم كدفعة أولى والباقي بتقسطوا. اليوم عم تريحوا بيتكم وقتها تجوا لعنا وتشتروا مازدا. صارتنا بلبنان تمتد من الشمال للجنوب، من تريبولي بجلديب بجبال بجديدة بفردان بشتورة بسور. صارتنا مفتوحة كل يوم، اليوم مفتوحة، إذا بتروحوا اليوم مفتوحة هلأ من الساعة 9 للساعة 7، ونهار السبت من للساعة 5. لتستفسروا أكثر على العرض عملوا تليفون صغير 018-888-298. ناطرينكم بصلاتنا، الأوفر بيجنن وعنا شيء زيادة هلا بدنا نحكي عنه. جوش أنتوني، أنا حبيت كتير لفي بالون على كل حال. $1000 اللي الشخص بيدفعها مرة بالسنة بتخف عليه دفعة الأولى وبتصير دفعة كتير معقولة، يعني مثل ما عم نسمع. أنا جربت هالسيارة المازدا 2، بقيت معي حوالي 4-5 أيام، بالفعل السيارة رائعة جدا. شو رأيت فيها؟ وأهم شيء إنه نشيطة، يعني سيارة 1.5 وكتير نشيطة على الطريق، سيارة سريعة يعني. عرفت ليش؟ شو السبب؟ لأنه خفيفة السيارة، ربحت 5 ستار كراش أورد وتقلى بس 950 كيلو. بس أكيد من ناحية السيفتي كمان أخذ علامات 5 ستار كراش أورد و950 كيلو، مشان هيك إلكتد كار أوف ذا يير ب 2008. واليوم رح نستعرض بعد شوي مع توني مدير المبيعات اكيد الاوبشنز الموجودين بهالمازدا 2 من حيث السكرين، من حيث السنسرات كمان وغيرها من الامور. كلمه بعد انطوني عن الاوفر بشكل عام لكل المشاهدين، وخاصه السيرفيس ابريفانت اللي عم تقدموه للزبائن. ليك اليوم اهم شيء هي سيرفيس ابريفانت، يعني اليوم وقت بيجي الزبون لعنا عم يتصل بالكول سنتر عم يعطوه موعد بتلكه، ما عم ينطروه يعطوه موعد. اذا نطروه يعطوه موعد بيكون يوم او يومين. هيدي كثير مهمة. تاني شغلة، أسعارنا كثير مخفضة بالسيرفيس أبريفانت. نعم. تالت شغلة، في يطلب من صالة يعملوا له باكج مثلا على سنتين ثلاثة أربع خمس سنين مينتننس، هيك ما بيوجع راسه بقى على المينتننس. وأكيد أنا إنه رح يتفاجئوا بالأسعار الموجودة عندنا بالصالة، عم بيطلع ريفيزيون $50، عم بيطلع ريفيزيون أقل من $100، ريفيزيون الكبيرة، ريفيزيون الصغيرة. نعم. يجوا لعنا يجربونا، وإذا في شيء يحكونا شخصيا. Very good. Thank you, Anthony بخاطر كو سي او لشركة عين بخاطر. صار وقت نستقبل هلا توني عبدو. مسيو توني، هاي حضرتك مدير مبيعات بعين بخاطر، واليوم بدنا نعرف منك أكثر عن المازدا 2، عن الفيتشرز الموجودين بهالسيارة. حكينا عن رير فيو كام، عندنا كمان السكرين الموجود، التاتش سكرين الموجود بالسيارة. لازم نحكي أكثر شوي كمان عن السيارة بشكل عام. مثل ما
ما بتعرفوا هذه سيارة المازدا تو هي أصغر سريعة بالمازدا. هذه السيارة اللي انتخبت 2008 سيارة العالم. بال 2008 أخذت 5 ستار بالكراش تيست بالديزاين بالبرفورمنس بالكونسبشن. نعم. دونك هذه السيارة صار في عندها شعبية كتير بالعالم، وهذا السبب اللي عم بيصير في عندها ريسيل فاليو بالسوق بأسعار خيالية. نستغنم الفرصة هلا لحتى ندعي مشاهدينا لحتى يزوروا موقع الويلرز دوت كوم، هيك لحتى يقدروا يستفسروا عن كل سيارات المازدا الجديدة والمستعملة. .lb أكيد، وبيقدروا ياخذوا كل الانفورميشن عندها ويشوفوا أسعارنا. طيب خلينا شوي نستعرض الفيتشرز الموجودين بهالمازدا دو توني. نشوف 4 سلندر تجي 1.5 انجن 1.5 لتر 104 هورس باور عم تكون، أكيد مثل العادة أوتوماتيك ترانسميشن. شوف اذا فينا نشوف الفيتشرز بالكاميرا. اوتوماتيك فور سبيد بيجي فيها هولد سيستم، فيك تسوق اوتوماتيك وعادي اون مام تايم، بيكون فيها اربع ازاز كهرباء في المركز مراية كهرباء. عم تشوف الماب كمان الموجوده ماب لبنان، اكيد هيدي ماب لبنان لانه فيها جي بي اس. هيدا المالتي ميديا سكرين اديشنال عم بتكون على السياره، لانه هي السياره بتبلش اسعارها من ال 20900 وما فوق. فينا نزيد عليها باكج مثل المالتي ميديا سكرين، هيدي بيجي فيها دي في دي، بيجي فيها يو اس بي، بيجي فيها بلوتوث، فيها رير فيو كاميرا كمان. هيدي اديشنال على السياره. فينا نزيد لها سبويلر، فينا نزيد لها جنوطه الومنيوم. هلا هيدي بهالفرصه هلا بالتحديد رح نجرب بدنا نعطيهم للمشاهدين مثل العاده سيربريز صغيره بدنا نقدم لهم اياها بالنسبه لهالاوفر. كل شخص بيزور صالات عرضنا بهالاوفر الفتره هيدي رح ياخذ 50% خصم على الباكج اللي بنقيه. يعني اذا نقى مالتي ميديا جلد سبويلر جنوطه بياخذ عليهم هاف برايس. هيدي سبيشال هلا لهالوقت هيدا. منحب كل اللي عم بيتابعونا دائما هيك عندكم شيء مميز عبر اوتو فوكس خاصه. نحن بنحب بدنا ندعي كل اللي ماشي اللي ما استفاد من الاوفر الماضي يجي لعنا يزورنا بصاله العرض ويستفيد من هذا الاوفر ويعمل تيست درايف عنا. والاوفر هيدا بيمرق مش دائما معنا، مشان هيك اذا اخذ السياره واخذ الباكج تبعها ما بينضم، لانه في ناس ما لحقونا بالاوفر الماضي. مشان هيك نحن عم نمدد هلا، بنشكر اوتو فوكس وام تي في اللي اعطتنا هالفرصه لنوصلكم المسج، يستفيدوا يزوروا صالات العرضنا وياخذوا هذا الباكج، وهيك هن بيكونوا مبسوطين ومرتاحين وبيشوفوا الخدمه ما بعد البيع عنا والجراج والسبير بارتس وكل شيء. ونحن اكيدين انه واثقين من حالنا انه رح نعطيهم احسن نتيجه. توني عبدو ثانك يو. ثانك يو لك مدير المبيعات بشركه انبو خاطر. كمان مسيو انتوني نشكرك على حضورك معنا الكوسي اول للشركه، واكيد مشاهدينا الى الملتقى بحلقات قادمه دائما عبر اوتو فوكس وعبر المازدا ويك. ما تنسوا wheelers.com.lb لتشوفوا كل السيارات اللي عم تشوفها بالبرنامج. تشاو.